قالت صحيفة نيويورك تايمز إنها حصلت على تسجيل صوتي يؤكد وقوف قطر وراء تفجيرات في ميناء تجاري بالصومال. وذكرت الصحيفة أن أجهزة استخبارات أجنبية رصدت محادثة هاتفية بين رجل أعمال يدعى خليفة المهندي والسفير القطري في الصومال، قال فيها إن الدوحة لعبت دورا في تفجيرات الصومال لدفع الشركات الإماراتية إلى المغادرة، ولم ينفي الجانبان حسب نيويورك تايمز التسجيل الصوتي والذي يؤكد دعم الدوحة للجماعات المتطرفة والإرهابية في الصومال. وتشير الصحيفة وفقا لباحثين إلى أن قطر تريد نقل الصراع في الخليج إلى منطقة القرن الإفريقي لخدمة أهدافها. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا من المنامة جمال بوحسن، عضو مجلس النواب البحريني السابق والأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية وعضو الشبكة العالمية البرلمانية. بعد التحية لك أستاذ جمال، إذا نيويورك تايمز تكشف عن تسجيل صوتي يؤكد وقوف قطر وراء تفجيرات في ميناء تجاري بالصومال لدفع الشركات الإماراتية إلى الخروج والمغادرة من الصومال، كيف رأيت هذا التسجيل الصوتي الذي نشرته نيويورك تايمز؟ أولا أمسي عليك بالخير أستاذ كريم وعلى أستاذ كرام مشاهدي قناة تي في سي، وأشكركم قناة تي في سي على تحتم الفرصة لي للمشاركة في أهلا بك. البرنامج. في الحقيقة يعني هذا ليس بمستغرب على النظام القطري الإرهابي الذي يدعم الإرهاب ويمول الإرهاب، ولا يعني اليوم ولا يوجد مكان فيه إرهاب أو قتل أو تشريد إلا ونرى بصمة النظام القطري في هذه البؤرة. أصبح النظام القطري في الحقيقة مؤجج للأمن في كل الدول التي يعني التي كانت آمنة، ولما دخل النظام القطري هذه المناطق وإلى هذه الدول أخذت هذه الدول منحى آخر، ألا وهو الاضطرابات والمظاهرات والقتل والتشريد والحروب الأهلية. ما قام به النظام القطري وباحتراف خليفة المهندي رجل الأعمال القطري المعروف في قطر ما هو إلا إثبات ودليل قاطع على تورط النظام القطري في التفجير الذي حدث في الميناء الصومالي التجاري، الذي اعتقد حسب المعلومات التي عندي او التي لدي بانه يدار من قبل شركه اماراتيه تجاريه تدير هذا الميناء، ويعني القصد من هذا التفجير هو ترويع الامنين وكذلك قتل الابرياء من الشعب الصومالي والعاملين في هذا الميناء، والهدف الرئيسي هو بث الرعب وبث الإرهاب في الدول الفقيرة والدول الأفريقية. نعم. هذا النظام القطري أنا أعتقد أنه اليوم يشكل خطر على الأمن القومي العربي، لأن الصومال دولة عربية وما يحدث بالصومال كأنه يحدث في أي دولة عربية، يعني إن أصابها سوء فقد أصاب الدول العربية كلها. فبالتالي اعتقد بان على جامعه الدول العربيه ان تتخذ موقف حازم تجاه هذا النظام القطري الارهابي المارس حقيقه والمتخبط في ارهابه. طيب. فبالتالي نحن نخالط المجتمع العربي والمجتمع الدولي باتخاذ اجراءات رادعه واجراءات يعني فوريه ضد هذا النظام الذي بات يشكل خطر ساهم على الدول وعلى الامن القومي العربي. طيب أستاذ جمال، بتشير الصحيفة إلى أن قطر تريد نقل الصراع في الخليج إلى منطقة القرن الأفريقي لخدمة أهدافها، ما هي أهدافها في هذه المنطقة؟ في الحقيقة يعني النظام القطري المارس حقيقة هو نقل الصراع إلى الخليج، كان الصراع بين دول مجلس التعاون الخليجي وهو يحاول ان يؤجج ويضرب الامن القومي الخليجي، والان اصبح كل الامن القومي العربي مهدد بحكم تصرفات النظام القطري الغير مسؤوله في الحقيقه تجاه يعني الدول العربيه، اخواننا في الدول العربيه واشقائنا في الدول المجاوره من الدول العربيه. انا اعتقد
لأن هذا النظام القطري يريد أن ينقل الرهبة ويريد أن يعني ينقل جرامه إلى الدول الفقيرة والدول العربية في القرن الأفريقي، وهذا يعني أعتقد بأنه يطبق ما يملي عليه النظام الإيراني، لأن النظام الإيراني من مصلحته ضرب الأمن القومي العربي وتفتيت الدول العربية وقتل الأبرياء من العرب. فبالتالي أعتقد بأن النظام القطري الآن بات يعني العوبة وعصا في يد النظام القطري يوجهه أينما يشاء وكيف يشاء. فبالتالي هذا النظام القطري أصبح اليوم قطر حادق في الأمة العربية وبالأمن العربي القومي العربي. نحن علينا كعرب أن لا نجامل على حساب أمننا واستقرارنا وتماسكنا، على الدول العربية أن تتخذ إجراء اليوم ضد النظام المارق الفاسق الجبان الإرهابي المجرد. نحن كدول وكشعوب نطالب الدول العربية ونطالب القيادات العربية اتخاذ حزم قوية وشديدة من يعني من العقوبات ضد هذا النظام، ويجب أن يكون هذه العقوبات صارمة وقوية في وجه هذا النظام. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، السيد جمال بوحسن النائب البحريني السابق والأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية وعضو الشبكة العالمية البرلمانية.